final athlete for today. In the right corner, representing Cobra Fitness Bahrain, Ali Hassan Marhoud. And your referee is Hadi. الركن الأحمر طبعا علي حسن مرهون من كوبرا فتنس. فعندنا اللاعب عناد سعد من السعودية بالركن الأزرق، وعندنا اللاعب علي حسن مرهون من الركن الأحمر من صالة كوبرا فتنس. بالنهائي وزن 83.9 والمباراة النهائية والأخيرة. وخلنا نشوف ونستمتع. ونفس ما قلنا دليل نجاحنا احنا اليوم بالمركز الاول عالميا، نكرر عالميا مملكة البحرين بالمركز الاول، انجاز تاريخي بزمن تاريخي يعني قصير جدا قدرنا، وان شاء الله راح نحافظ على ذي المستوى واكثر. والعام طبعا كما ذكرنا كأكبر بطولة عالمية سبب أكثر على المشاركات، مشاركة اللاعبين 470 مشارك ومن 54 دولة. ونبتدي بشوط الأول أو المباراة الأخيرة والنهائية لوزن 83.9 ويلا نستمتع. ها عناد أو علي حسن؟ حسن كما ذكرنا من كوبرا فتنس، اتوقع مباراة قوية. مباراة قوية، بداية قوية من لاعب علي. محاولة اسقاط من بداية اللعب. يا سلام يا سلام، هذه الروح، هاي الروح القتالية يا جماعة. لازم خلاص دشيت الملعب انت داش تقاتل، مو داش يعني تفنن او اي لعب اخرى. يعني بدنيا ذهنيا لازم تكون مستعد انت. لاعب يناد قاعد يحاول يمنع اللاعب من السيطرة أو لكمات، قدر اللاعب يتخلص. لاعب علي شوف شوف الروح يا جماعة، نبي كذي يا جماعة، نبي كذي، هاي الروح استمرارية استمرارية، ما نبي ارتخاء، ما تبي تشوف لاعب متردد، تبي تشوف لاعب دفع بهالروح. ومو بطريقة عشوائية يعني، ساعات تشوف واحد يندفع بس طريقة عشوائية يفقد فنياته ويفقد لياقته. فتشوف تركيز واللاعب الخاصم ترى قوي، يعني قوة بدنية عنده انه يمنع اللاعب من المحاولات. محاولات مستمرة. الحين طبعا محاولة من لاعب عناد. يلا يا عناد، يعني قدر يقلب السيطرة. لكن شوف 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 الذكاء، شوف الذكاء يا جماعة يا جماعة. يا سلام يا سلام، شوف محاولة استسلام، محاولة استسلام 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 استسلام. قدر يتخلص، يمكن القبضة ما كانت محكمة، يد مو مركبة مضبوطة يعني. شوف المحاولة عكسية الحين، بعد بعد محاولة استسلام استسلام. هل يستسلم اللاعب؟ لكن لا، شوف قوة بدنية إصراره التحدي يخلي انه هو ما يستسلم. شوف هاي الروح القتالية نتكلم عنها، هاي نبي نشوف يعني هالروح، نبي نشوف هالروح في كل اللاعبين. محاولات 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 مستمرة من اللاعبين الاثنين. عشر ثواني الأخيرة. يعني صراحة أنا شخصيا أحب أن المباراة تكون أطول عشان نستمتع أكثر.
شوف الامساك الاسترايكين وذي اللاعب يفقد من لياقته لدرجه عاليه ترى، يعني لا تسهل ان نشوف اثنين متقضين بعض واحد يفتكر ان هاي عمليه سهله، لا لا لنجرب غير. شوف سعد مع رابعك شيء واحد يعني غاسبار يهزر في ثواني وتشوف شلون واحد يتعب مجرد ياود يده وياود يمسك يدك، فما بالك يتم ثلاث دقائق حركات مستمرة هجمات ومقاومة، يعني قاعد تهاجم وتقاوم نفس الوقت. اللاعب يحتاج لياقة بدنية عالية. يلا نشوف، يلا يا عناد ويلا يا علي نبي نستمتع، يلا مسك الختام، نبي مفاجآت، نبي فنيات، نبي إصرار، يلا يلا. يا سلام يا سلام، شوف 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 شلون كل ذكاء دافع وشلون نزل عشان يحاول محاولة الإسقاط. اوه هيك الضغط الأرضية محكمة لأن عنده قوة بدنية، شوف كل ذكاء ياخذ ثقل جسمه ويخليه على اللاعب، شوف شلون يثابته من قوة رجله. لكن شوف 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 ردة فعل، شوف بس شيء خطير جدا انه يكون ويتلقى اللكمات، لان عناد ما شاء الله لكماته قويه ومؤثره، يعني اذا حصل فرصه انه يستمر في اللكمات تكون مؤثره جدا على لاعب علي، لازم يتخلص من هاللكمات ويمنع اللاعب. ونفس ما قلنا في الوضع الارضيه السيطره الكامله مع اللكمات اللاعب راح يحصل على نقاط كثيره ترى. في السابق لأن كنا نشوف أحد صغير الحجم يقول هذه بكف وخلاص تخلص منه، لكن الحين لا، لازم تحاسب ألف حساب وتأكد أن هاي الشخص يلعب في القتالية أو لا. يا سلام يا سلام، سيطرة مستمرة من لاعب عناد ومحاولات من لاعب علي، العلي عشان النقاط وحق الفوز لازم يتخلص من هاليابضة. يعني الشوط الثاني شفنا سيطرة كاملة من اللاعب عناد في وضع الجراوند، يعني لو مساء مساوي كذي عنده قوة بدنية ما قاعد يحرك جسمه يدينك، انت ما تقدر تخلص من ضغط الجسم واللاعب وزنه كم الحين 80 يعني 84، فلازم احرك جسمي. استسلام استسلم، يا سلام يا سلام عليك يا سلام، صراحة يستاهل، خصم قوي جدا ونقول له فعلا مبروك، فعلا يستاهل نقول له مبروك. عناد من السعودية، العربية السعودية شقيقة، وكل مكانك وفرحتك من فرحتنا، استاهل استاهل. وهي المباراة النهائية طبعا، شوف شوف السلام السلام، استاهل ردة فعل اللاعب، البكاء من الفرحة، نقول له تستاهل والله. يا سلام يا سلام. And the final bout has just finished. And to present the gold medal for this final bout is the General Secretary of the Bahrain Olympic Committee. طبعا انتظر تتويج المباراة النهائية لوزن 83.9 بين لاعب عناد من السعودية ولاعب علي حسن، تم فوز اللاعب. And the winner from Saudi Arabia, blue corner, عناد سعد. عناد سعد تستاهل تستاهل يا البطل.
وطبعا خلصنا من المشاهد البحرين بفنون قتالية مختلطة مفتوحة. قلوا مبروكين، مشكورين تلفزيون البحرين، مشكورين قائمين على المسابقة. نقول لكم إن شاء الله نشوفكم مسابقات قادمة ومبروكين. الكل اليوم كان كبطل، سواء الإداريين، اللاعبين، فايزين، خسرانين، كلهم أبطال. وكل الشكر لكم ونشوفكم إن شاء الله.